مع دول بريكس، وفي أول نصف من هذا العام فقد زاد الناتج المحلي بضع وأربعين في المئة مقارنة باثنين وعشرين في المئة عن ذي قبل. ولذلك فأنا أريد أن أقول أننا الآن نمثل حوالي 40% من سكان العالم، وهذا يدل على زيادة الاقتصاد بنسبة تزيد عن 30%، وهذا يدل على هدفنا الأساسي، وهو وجود علاقات بيننا ووجود جو من الاستثمار الذي يجمعنا ويجمع قيمنا ويجعلنا نوقف الهيمنة للدولار الأمريكي. لذلك فإنه قد زاد مقدار التجارة العالمية الخاصة بنا 18%، ونحن نود أن نتباحث الانتقال من الاعتماد على الدولار إلى عملات جديدة، ونحن نحاول أن نصل إلى الكثير من الأمور التي تجعلنا نتخلى عن الهيمنة الغربية. الكثير من البدائل لابد أن نضع أيدينا عليها، وأصبحت ذلك أولوية أولى بالنسبة للدول الخمسة، والتعاون بين تلك الدول أمر حتمي في هذا الصدد وفي المجالات الأخرى، حتى نستطيع أن نصل إلى حلول نصل بها إلى استخدام العملات بشكل مؤثر. وإن روسيا تعمل عن كثب حتى تساعد شركائها الغربيين في كل المجالات، وإن مشروعنا يشمل أيضا استخدام وبناء طرق للتجارة. إن هذا الأمر سيؤدي إلى تقدم التجارة بشكل كبير، فوجود طرق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا هي التي ستساعد على توصيل السلع المستهلكة. أريد أن أؤكد أن روسيا قد تبنت استراتيجية لتنمية البنية التحتية على مدار أعوام عديدة، حتى تستطيع أن تتأكد من وجود طرق آمنة لتصدير الطاقة إلى الدول الصديقة والدول في جميع أنحاء العالم. إن تلك الطرق التي نتكلم عنها ستعمل على ربط روسيا بالدول الأخرى الآسيوية والإفريقية، وهذا سيجعل هناك فرصة سانحة لتبادل الصادرات بين روسيا وبين الدول الإفريقية والآسيوية.